يعني أقتبس الآية ممكن أتعلق عليها. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. في ابنه. تمام. يعني في شخص الرب يسوع المسيح. نعم. لأن موسى أعلن عن الله جزئيا. وكل الأنبياء 46 نبي في العهد القديم أعلنوا عن الله جزئيا. لا يستطيع نبي أن يعلن عن الله كلية لأن كل نبي مخلوق وكل مخلوق محدود، فلا يستطيع أن يعلن إعلان كامل. لا يستطيع أن يعلن عن الله الإعلان الكامل إلا الله ذاته. الله الكلمة، الله المعلن. أنا دايما أحب أقول بمفهوم قريب إلى المشاهدين، الرب يسوع تكلم إن أراد الإبن أن يعلن لك. نعم. في متى 11. في متى 11. فإعلان، يعني الفكرة إنه هاي الحقائق مش بس إنه بناخدها يعني كتابيا هي صح. نعم. مسلم، لكن برضو في إعلان. نعم. ندرك هذا الإعلان العظيم من خلال إدراكنا من هو الله. نعم. توضيح من هو الله في ذاته، في شخصيته، في صفاته، في طبيعته، في حياته. أنا دايما أقول بكلمة مبسطة للمشاهد إنه وزارة الإعلان الإلهية.